طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر وأعان من إقامة هذه المجالس المباركة في تدارس أحكام ومقاصد عبادة الصوم. وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد السلام بن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن وأستاذ الفقه في الحرمين الشريفين، ليتدارس مع طلابه ومحبيه في مملكة البحرين رسالة في مقاصد الصيام للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. أرحب بفضيلة الشيخ، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمه وأن يبارك فيه وأن يكتب له الأجر. تفضلوا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل نمر على هذا الكتاب القيم، وهو كتاب مقاصد الصيام الشيخ أبي محمد عبد العزيز عز الدين بن عبد السلام الشافعي. وهذا الكتاب يتعلق بعلم من علوم الشريعة وهي المقاصد الجزئية. وقبل أن نبدأ بقراءة هذا الكتاب، لا بد أن نعلم ما الذي يتكلم عنه الكتاب على سبيل الإجمال، وكيفية الاستفادة من هذا الكتاب على وجه الخصوص، أو العلم الذي تكلم عنه وتحدث عنه وتناوله. العز بن عبد السلام له كتاب في المقاصد العامة الكلية، وهو من أشهر الكتب، وهو المسمى بقواعد الأحكام في مصالح الأنام. ثم إنه اختصر هذا الكتاب في مختصر أيضا مطبوع باسم مختصر القواعد. وهذا الكتاب من أشهر الكتب التي تكلمت عن المقاصد الكلية، بينما الكتاب الذي بين أيدينا هو يتكلم عن المقاصد الجزئية. ومن عني بعلم المقاصد فإن من أهم الأمور التي يلزمه أن يعتني بها التفريق بين هذين النوعين، المقاصد الكلية والمقاصد الجزئية. فأما المقاصد الكلية فقد بنى العز بن عبد السلام في كتابه القواعد الشريعة كلها على قاعدتين: جلب المصلحة ودفع المفسدة. وقال بعض المحققين كالشيخ تقي الدين: بل إن هاتين القاعدتين ترجعان إلى قاعدة واحدة، وهي جلب المصلحة. فإن حقيقة دفع المفسدة راجع ومآله إلى جلب المصلحة. وهذا الاستدلال بالمصلحة في الحقيقة هو من الاستدلالات التي هي مزلة أقدام ومضلة أفهام. وعلى العموم فإن الحديث عن المقصد المقاصد الكلية وما يتعلق بها حديث طويل. النوع الثاني ما يسمى بالمقاصد الجزئية، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا. ومعنى المقاصد الجزئية يعني مقاصد كل باب من أبواب العلم على سبيل الانفراد. فالصلاة لها مقاصدها، والصيام له مقاصده، والحج له مقاصده، وهكذا. ثم ربما كانت بعض الأحكام في الباب الواحد لها مقاصد مختلفة. فعلى سبيل المثال المفطرات بعضها لها مقاصد مختلفة عن مقاصد غيرها كما سيأتي بعد قليل. وهذه المقاصد الجزئية في الحقيقة أن ثمرتها وإن كانت تتشابه مع ثمرة المقاصد الكلية في بعض الجزئيات، إلا أنها لها أحكام تخصها من حيث كيفية الاستثمار. فالمقاصد الجزئية تفيد أولاً في معرفة العلل، وذلك أن كثيراً من العلماء يقولون إن من شرط العلة التي يناط بها الحكم أن تكون مناسبة، ومعنى كونها مناسبة أي أن فيها مصلحة وحكمة مراعاة. ولا يمكن معرفة هذه المصلحة إلا بالنظر في هذه المقاصد والأوصاف التي ذكرت للأفعال، ثم تستنبط منها المناسبات.
ولذلك فإن الأصوليين لهم مسلكان، فبعضهم يشترط في كل علة مناسبة وهو المعتمد مذهب أحمد، ومنهم من يقول لا تلزم المناسبة، وهذا مبني على مسألة تعليل الأحكام، المسألة المشهورة في الأصول، أصول الكلام وأصول الفقه. من الأمور المهمة لاستثماري هذا العلم وهو علم المقاصد الجزئية أن معرفة المناسبات والمقاصد الجزئية كما أنها تكون عند بعض أهل العلم شرطا للعلة، فإنها تكون كذلك طريقا لكشف العلة. ومعنى قولنا إنها طريق لكشف العلة هو ما تكلم عنه العلماء حينما يتحدثون عن مسالك العلة، فإنهم يعددون مسالك متعددة، سواء كانت نقلية كالنص والإيماء والإجماع، أو كانت عقلية ومن العقلية السبر والتقسيم والدوران، ومنه أيضا المناسبة. فإن بعضا من العلماء وليس جميعهم يذكر من مسالك العلة المناسبة، فيعد المناسبة وهي المقصد هي طريق لكشف العلة. أيضا من فوائد معرفة المقاصد الجزئية التعبد لله عز وجل، فإن معرفة الشخص لهذه المقاصد والحكم الشرعية تجعل الشخص يعرف العبادة ويقبل عليها إقبالا غير إقبال ذاك الذي يعني يفعل العبادة كأوصاف مجردة. ولا شك أن من أقبل على العبادة امتثالا مع معرفته معانيها وأسرارها ومقاصدها، فإنه في هذه الحالة تكون عبادته أكثر خشوعا، ويكون عمله أكثر يقينا وتسليما لله عز وجل. وهذا من باب كمال الامتثال، ولذلك كانت العبادة من العالم ليست كالعبادة من غيره، فإن العالم يعرف المقاصد والمعاني، وهو أحد أسباب رفعة العالم على غيره في أداء العبادة وإن تساوت أفعالهما. والحقيقة أن معرفة هذه المقاصد كثير جدا، حتى ربما تفيدنا أيضا فيما يسمى بتخصيص النصوص الشرعية، وهذه مسألة مشهورة جدا تطرح، وقيل إنه لا يستثمر المقاصد إلا الحنابلة والمالكية في تخصيص عمومات النصوص الشرعية. فالعموم هل يخصص بمقصوده؟ ذكر القاضي عبد الوهاب أن المعتمد عند متقدم المالكية ذلك، وهو الذي ذهب إليه أبو البركات والشيخ تقي الدين وابن رجب والشمس الزركشي وغيرهم من أهل العلم الذين عنوا بهذا الأمر. قصدي من هذه المقدمة على سبيل الإيجاز أن نعرف أن هذا الفن الذي يتكلم عنه المصنف فن عظيم ومهم، وهو مبثوث في كتب الفقه. وهذا الأمر الذي يتكلم عنه المصنف وهو مقاصد الصيام، كثير من العبادات أفردت بالمقاصد، فعلى سبيل المثال لا على سبيل التتبع، وإنما أذكر بناء على ما سنح بالبال واستظهرته الذاكرة. الصيام على سبيل المثال، أو نبدأ بالصلاة مثلا، الصلاة على سبيل المثال من أول من عني بذكر مقاصدها ومعانيها الحكيم الترمذي في الكتاب الذي طبع قديما باسم أسرار الصلاة، أسرار الصلاة، فإنه يذكر المعاني والمقاصد للصلاة عموما ولكل ركن من أركانها على سبيل الانفراد. الصيام كتب فيه العز بن عبد السلام وأشار لكثير من المقاصد بمعاني جليلة لو أفردت لكانت جليلة وعظيمة. الشيخ تقي الدين في شرحه، وخصوصا في شرحه على العمدة، فإن في شرحه على العمدة ذكر كثيرا من المقاصد المتعلقة بالصيام. ومثله يقال أيضا في الزكاة، وقد أكثروا أيضا في الزكاة وفي الحج وفي غيرها من العبادات والمعاملات. نبدأ لأن الوقت ربما يضيق علينا بقراءة ما سطره أو ما سطرته يد العز بن عبد السلام في هذا الكتاب القيم. تفضل شيخنا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال العز بن عبد السلام الشافعي رحمه الله تعالى: كتاب الصوم، وفيه عشرة فصول. الفصل الأول في وجوبه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، تذل شيخ. المصنف رحمه الله تعالى حسب النسخة التي بين أيدينا ليس له مقدمة لكتابه هذا، فربما كان هذا الكتاب جزءا من كتاب آخر نوى به المصنف أن يذكر مقاصد جميع الأبواب الفقهية، وأنا لا أدري، لكن أقول ربما يكون ذلك كذلك، وربما تكون المقدمة قد سقطت
أو أن المؤلف لم يتم كتابه. ولذلك إن المؤلف بدأ بالصيام ثم ذكر كثيرا من الأحكام المتعلقة به. المسألة الأولى في قوله في وجوبه، بدأ بذكر حكمه. لماذا؟ لأن معرفة الحكم مؤثر في معرفة المقصد، ولذلك كلما كان المقصد مؤكدا كلما كان الوجوب والحكم ألزم. ولذلك فإن الأوامر الشرعية حقيقة في الوجوب والندب معا، فكل ما أمر الله عز وجل به فإنه يكون حقيقة في الندب ويكون حقيقة في الوجوب، وإذا تجرد عن القرائن فإن مقتضى الأمر حينئذ يكون الوجوب. نعم. أحسن الله عليكم. معناه لعلكم تتقون النار بصومه، فإن صومه سبب لغفران الذنوب الموجبة للنار. وفي الصحيح هذا إشارة منه، لأن الدليل في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن الوجوب يدل على مقصد شرعي وهو مغفرة الذنب والنجاة من النار. صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس، على أن تعبد الله وتكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. الفصل يعني هذا نص على الوجوب. نعم. أحسن الله عليك. الفصل الثاني في فضائله. للصوم فوائد. للصوم فوائد: رفع الدرجات وتكفير الخطيئات وكسر الشهوات وتكسير الصدقات وتوفير الطاعات وشكر عالم الخفيات والانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات. نعم. هذه الأمور التي أورد تنتظر شيخي قليلا. هذه الأمور التي أوردها المصنف أوردها على سبيل الإجمال في أول هذا الفصل، فذكر رفع الدرجات وتكفير الخطيئات وكسر الشهوات وتكثير الصدقات وتوفير الطاعات وشكر الله عز وجل وهو عالم الخفيات والانزجار عن الخواطر والمعاصي والمخالفات. هذه الأمور هي في الحقيقة مقاصد الصيام، فإن من مقاصد الصيام على سبيل الإجمال للفعل، يعني على الصوم كله بترك جميع مفطراته وبفعل جميع الواجبات فيه، هي هذه على سبيل الإجمال. وقبل أن ننتقل لما بعدها عندي مسائل. المسألة الأولى أننا عندما نذكر هذه المقاصد التي أوردها المصنف فإن هذا ليس على سبيل الحصر، بل إن هذه المعاني قد تظهر لبعض ويأتي من بعده فتظهر له معان أكثر من هذه المعاني، ولذلك فإن معرفة المعاني والحكم غير محصورة. نعم العلل قد تكون واضحة وبينة، لكن المعاني والحكم قد تكون غير محصورة، ولذلك ربما مع تطور العلم ومع كثرة الفهم لبعض الأمور لحقائق الإنسان وطبيعته تظهر له أو تظهر للمتفكر في الأحكام الشرعية مقاصد لم تكن قد ظهرت لغيره. ولذلك العلماء يقول لا مانع من توليد الحكم ولا مانع من توليد أيضا العلل، لكن بشرط أن الأحكام لا تتغير. وهذه فقط أنا أردت أن نقول إن هذه ليست على سبيل الحصر، وهذه الأمور التي وردها المصنف سيأتي بعد قليل الاستدلال لكل واحدة منها. واستدلال المصنف يدلنا على فائدة مهمة، وهو أن الاستدلال بالمقصد الجزئي لا بد أن يكون لكشفه دليل، وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، حيث أن كثيرا من المعاصرين لما توسعوا في الاستدلال بالمقاصد سواء يسمونها مقاصد وحكم أو لا يسمونها ذلك، فإنهم يأتون ببعض الأشياء خرصا من عند أنفسهم وتوهما من غير ذكر الدليل الدال على هذا المقصد والحكمة والمعنى المناسب الذي نسبوه للشرع. ولا شك أن هذا لا يجوز، في الأصل أن المسلم لا ينسب لشرع الله عز وجل إلا ما ورد، وأما أن يأتيه بأمور من ظنه وحدسه فهذا من القول على الله بغير علم، ويخشى على قائله أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو نعم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على النبي إما في اللفظ وإما في المعنى، وهذا من المعاني التي يكذب على النبي وعلى شرع الله عز وجل. تفضل شيخ. أحسن الله عليك.
فأما رفع الدرجات فلقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ولقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية: إن في الجنة بابا يدعى الريان، يدعى به الصائمون، من كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا. وقال عليه السلام: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا. أما تفتح أبواب الجنة نعم. هذا المقصد الأول الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى هو رفعة الدرجات، وكل الأحاديث التي أوردها المصنف هي دالة على ذلك، أن الله عز وجل يرفع درجات من صام لله عز وجل يوما. وهذه رفعة الدرجات من المقاصد الأخروية العظيمة، وكثير من الفقهاء يتساهل في ذكر المقاصد التعبد ويختصرونها فيقولون التعبد لله عز وجل، ولكن النظر إلى نوع التعبد والأثر المترتب عليه كرفعة الدرجة تزيد المرء إخلاصا لله عز وجل، ويعني صدقا في وإقبالا كذلك على العبادة. فكون المرء يعرف أثر هذا التعبد وهو رفع الدرجة، وما سيأتي أيضا من أمور أخرى سيريدها المصنف، فإن هذه الأمور تزيد في إقبال العبد على الطاعة ولا شك. أحسن الله إليكم. أما تفتيح أبواب الجنة فعبارة عن تكثير الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنان، وتغليق أبواب النار عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق أبواب النيران. طيب لو سمحت شيخ، هنا ذكر الشيخ فتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار، وذكرها بصفة اللازم، أي ما يلزم من فتح أبواب الجنة هو تكثير الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنة، وغلق أبواب النار أنها تستلزم قلة المعاصي. وهذا من باب ذكر لازم الشيء، وهذا صحيح، ذكر اللازم صحيح فإنه من أثر الشيء. وأما الفتح الحقيقي لأبواب الجنان وإغلاق أبواب النار فإننا نقف في الأخبار، وحيث أن هذا خبر عن غيبي، فالأصل في الإخبار عن الغيبيات أن نقف عندها، وقد نقول إنه تفتح حقيقة وتغلق أبواب النار حقيقة، ولكن من لازمها ما ذكره المصنف. أحسن الله إليك. وتصفيد الشياطين عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين، لأنهم لا يطمعون في إجابتهم إلى المعاصي. وقوله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، إنه لي وأنا أجزي به، أضافه إليه إضافة تشريف، لأنه لا يدخله رياء لخفائه، ولأن الجوع والعطش لا يتقرب بهما إلى أحد من ملوك الأرض، ولا التقرب إلى الأصنام. نعم، يقول الشيخ في هذه الجملة، أن أذنتني، يقول إن هذه الجملة فيها فضل للصيام لا يوجد في غيره، حيث أضاف الله عز وجل الصيام لنفسه، وهذه إضافة التشريف، لأن إضافة الأعيان لله عز وجل إضافة تشريف. وقال: لا يدخله رياء، السبب اختصاص الله عز وجل بأجر الصائم، أن أجر الصيام لا يدخله الرياء، فلا يعلم به أحد كما ذكر المصنف. كما الأمر الثاني أنه لا يتقرب لأي من أهل الدنيا بالصيام، وإنما التقرب هي عبادة لا يتقرب عادة بها لغير الله عز وجل، أما الركوع والخضوع فقد يتقرب بها ويقع فيها لغير الله عز وجل. أحسن الله إليكم. وقوله أنا أجزي به، وإن كان هو الجاري على جميع الطاعات معناه تعظيم جزائه، بأنه هو المتولي لإزدائه،
وقوله وقيل أيضا أن قوله أنا أجزي به أي أن تقدير الحسنات له سبحانه ولم يطلع الآدميين عليها، وذلك أن أعمال الآدميين تضاعف إلى أكثر من ضعف، إلى 10 أضعاف، إلى أكثر من ذلك، بينما الصوم الله عز وجل أخفى مقدار أجره على سبيل التفصيل، لأن الله عز وجل يثيب الصائمين أجرا عظيما. ولذلك من المتقرر عند شراح الحديث أنه ليس من لازم من تفضيل العبادة أن يرد لها أجرا معينا، فبعض العبادات يرد لها أجر وبعضها يكون أفضل منها ولم يرد إلا الأمر بها ولم يرد في تفضيلها بمعنى ترتيب أجر معين عليها، وهذا لأنه لا تلازم من معرفة نوع الأجر بعظمه، فقد يكون الشيء مخفيا لعظمه. صلى الله عليكم. وقوله الصيام جنة معناه الصوم وقاية من عذاب الله، والرفث فاحش الكلام، والسخب الخصام. قوله فليقل إني صائم معناه أنه يذكر نفسه بالصوم ليكشف عن المشابهة والمقابلة. نعم، قوله معناه أنه يذكر نفسه بالصوم، هذا ما مشى عليه المصنف وكثير من الشافعية في هذا الباب، بينما من العلماء وهو مشهور مذهب في أحمد الوقوف عند ظاهر النص فيقولون فليقل أي لمن أمامه، ويترفض بهذه الكلمة إني صائم، وليس ذلك من الرياء في شيء، فإنه يكون منعا لنفسه وعذرا لمن أمامه وتأديبا لمن أمامه كذلك، فيكون فيها 3 مقاصد عندما يقول إني صائم. المقصد الأول ما ذكره المصنف وهو أن يذكر نفسه فتتأدب. الأمر الثاني أنه يكون عذرا لمن أمامه أنه إنما امتنع لا عجزا ولا خوفا، وإنما امتنع خوفا من الله عز وجل ولأجل حرمة هذا الفعل وهو الصوم. والأمر الثالث يكون فيه تخويف وتذكير لمن سابه أو قاتله، والمقاتل هنا بمعنى المجادلة، بمعنى المجادلة كما ذكر ذلك القاضي عياض، فإن مجرد المجادلة لا تكون من الصائم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأما قوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة. لعلها شيخ بفتح الخاء لخلوف. أحسن الله عليكم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، ففي الكلام حذف تقديره، ولثواب خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، هذا أيضا من التعريف اللازم، والحقيقة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أطيب عند الله هذا تدل على المحبة، فإن هذه من الصفات التي يحبها الله عز وجل، وفيها إثبات المحبة لله عز وجل، وما يتعلق الله عز وجل يحب خلوف فم الصائم، من لازمه أنه يثاب عليه. نحن الله إليكم. وأما الفرحتان فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة، والأخرى فلجزاء الله إذا أجزاه. وقوله يدع شهوته وطعامه من أجلي معناه أنه لما آثر طاعة ربه على طاعة نفسه مع قوة الشهوة وغلبة الهوى أثابه الله بأن تولى جزاءه بنفسه، ومن آثر الله آثره الله، فإنه ينزل العبد من نفسه حيث أنزله من نفسه. ولهذا من هم بمعصية ثم تركها خوفا من الله فإن الله يقول للحفظة اكتبوها له حسنة، فإنه إنما ترك شهوته من جراي أي من أجلي. وأما نعم تسمح شيء، عندي هنا مسألتان في قوله يدع شهوته وطعامه. قوله يدع شهوته وطعامه هذه كلمة جامعة تجمع جل المفطرات، فأما طعامه فيذكر فيها الطعام والشراب وما يلحق بهما، وأما شهوته فإن كل ما تنقضي به الشهوة فإنه يكون مفطرا، فيدخل بذلك 3 أشياء: الجماع وتعمد إخراج المني وتعمد إخراج المذي. فهذه الجملة يدع شهوته استنبط منها الفقهاء حكما مهما جدا يعتبر من ذكر بعض المفطرات التي ذكرتها قبل قليل. صلى الله عليه. وأما تخصيص دخولهم الجنة بباب الريان فإنهم ميزوا بذلك الباب لتميز عبادتهم وشرفها. وأما صلاة الملائكة على الصائم إذا أكل عنده
فإن تركه الطعام مع حضوره بين يديه بالغ في قمعه نفسه، فاستوجب لذلك صلاتهم عليه، وصلاتهم عبارة عن دعائهم له بالرحمة والمغفرة. نعم، لأن صلاة الملائكة على النبي وعلى البشر هم الدعاء له. أحسن الله إليك. وأما تكفير الخطيئات فذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم، من مقاصد الصيام المهمة جدا، وهي قضية أن الصوم من مكفر الخطيئات يعني الذنوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذا الحديث في ظاهره يدل على أنه مكفر للصغائر دون الكبائر. ومن أهل العلم، وهذا ورده ابن المنذر وغيره، أن رمضان إلى رمضان والجمعة إلى جمعة وغيرها هي مكفرة للكبائر والصغائر معا، وإنما تمنع فقط ما كان الشخص فيه مصرا على نوع معين من الكبائر، فإن الإصرار في حد ذاته لا يكفر، لأنه مستمر عليه صاحبه. وذكر بعض أهل العلم كلام الشافعي أن فضل الله واسع، والشخص عندما يظن بالله خيرا فإن الله عز وجل يعطيه ظنه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فليظن العبد بربه جل وعلا أنه يغفر له بصيامه رمضان كل ذنوبه، صغيرها وكبيرها، عظيمها وجليلها. وما من امرئ إلا وقد وقع منه من الذنوب ما الله به عليم. بل إن الذي يدعي أنه لم يقع منه ذنب هذا يحتاج إلى مراجعة قلبه. ولذلك ذكر بعض العلماء أن من رحمة الله عز وجل بالآدميين وعباده الصالحين أنه تقع منهم الذنوب، لأن وقوع الذنب من المؤمن يجعل المؤمن دائم الإنابة لله عز وجل، دائم التواضع وعدم العجب بالنفس. ولذا فإن بعض الناس عندما يقع منه العجب بنفسه فإن هذا الفعل في حد ذاته من أكبر كبائر، ما يظن أنه لا يذنب، في حد ذاته هذا الأمر من كبائر الذنوب، لأنه يرى عجبا وزهوا بنفسه. وكم من امرئ ظن في نفسه هذا الظن فانقلب عليه ظنه في آخر عمره، فترك كثيرا من أبواب الطاعة والإيمان بسبب عجبه فترة من الأمور بنفسه وعمله وحوله وقوته، صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا. صلى الله عليكم. وقوله عليه السلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، معناه إيمانا بوجوبه واحتسابا لأجره عند ربه. وأما كسر الشهوات فإن الجوع والظمأ يكسران شهوة المعاصي، وكذلك صح عنه عليه السلام أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والباءة هي النكاح، والوجاء هو رض أنثيي الفحل. نزل صلى الله عليه وسلم كسر الصوم للشهوة منزلة رض الأنثيين في حسم الشهوة. وقد جاء في حديث: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مسالكه بالجوع. نعم، هذا المقصد، مقاصد الشريعة، مقصد مهم وهو كسر الشهوات. ولا شك أن من المقاصد التي تصلح القلوب العناية بما يضعف الشهوة. فدائما الإسراف في ملاذ الدنيا المباحة كالأكل والشرب وغيرها، أو التساهل في بعض أمور الدنيا مثل ما ذكر الله عز وجل في قوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هذا الانشغال بهذه الأمور المباحة قد تكون سببا في امتلاء القلب بها، ومحبته للشهوة أو محبته لأمر الدنيا. وطبيعة الآدميين أنه إذا أعطي شيئا طلب ما بعده، فإذا جاءه ألف رغب بألف أخرى، وإذا كان يتمنى شيئا واحدا فوصل لهذا الشيء رغب بما بعده، وهكذا. وإذا كان نفس الآدمية طموحة ومحبة لجمع الدنيا، فإذا امتنع الشخص من بعض الأمور فإنها تنكسر نفسه ولا شك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى في مشيه يترك فضول النظر، فكان نظر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في طريقه لكي تنكسر النفوس إذا
لم تلتفت ذات اليمين وذات الشمال. نعم تفضل. أحسن الله إليك. وأما تكثير الصدقات فلأن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع فحثه ذلك على إطعام الجائع، فإنما يرحم العشاق من عشقا. قد بلغنا أن سليمان أو يوسف عليهما السلام لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين به، فسئل عن ذلك فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. الله أكبر الله أكبر. هذه من المقاصد المهمة جدا أيضا لإصلاح القلوب. نعم هذه المقاصد قد لا تنبني عليها أحكام، ولكنها كما ذكر في البداية مقاصد تعبدية تعنى بالعناية بالقلب. والعناية بالقلب من الأمور المهمة التي يغفل عنها كثير من طلبة العلم. وقد ذكر بعض الصالحين وهو ابن شيخ الحزامين الذي أسمى الشيخ تقي الدين جنيد عصره أن هذا الرجل أنه قال وجدت كثيرا ممن يعنى بالفقه لا يعتني بالأمور المتعلقة بالقلوب. فأن يجمع المرء بين علم الأحكام الجوارح وهو الفقه وأحكام القلوب وهو قضية ما الذي يرقق القلوب ويلينها ويقربها إلى ربه جل وعلا، فلا شك أنها عظيمة. من الأمور المهمة وهو قضية أن الصيام سبب يجعل الشخص يبذل الصدقة. كيف ذلك؟ قالوا لأن الشخص إذا جاع تذكر الجائعين، وإذا اغترب ذكر المغتربين كما في الحج وهكذا. فالشخص إذا صام نظرت نفسه واشتاقت نفسه إلى قضية الطعام، فحينئذ يحس بإحساس هؤلاء الذين جاعوا ويعرف ما يحسون به، فحينئذ يبذل الصدقة. ولا شك أن بين الإمساك وهو الصوم وبين الصدقة تلازم، ولذلك كان من أفضل العبادات التي تفعل في شهر الصيام في شهر رمضان إطعام الطعام. وقد روى ابن أبي شيبة أن أبا هريرة رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان تسابقوا في إطعام الطعام أو نحو مما جاء في الأثر. فقضية إطعام الطعام هذه في رمضان مقصودة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر فيه صائما كان له مثل أجره. فإن ثبت الحديث فالمراد بالتفطير ليس أكلة الفطور أول أكلة، وإنما كل طعام يأكله الصائم في ليلة، كل طعام سواء أكله في أول الليل أو في آخر نهاره. وهذا الحديث يدلنا وهذا المعنى يدل عليه ما ذكره المصنف وما استدل عليه من الأشعار ومن الأقوال السابقة. نعم. أحسن الله إليك. وأما توفير الطاعات فلأنه تذكر جوع أهل النار وظمأهم فحثه ذلك على تكثير الطاعات لينجو بها من النار. نعم هذا من المقاصد أيضا القلبية، وهو أن الشخص إذا صام أقبل على الطاعة، وهذا أيضا مراعاة في رمضان على سبيل الخصوص، فإن رمضان موسم للطاعات، وآكد الطاعات فيه قراءة القرآن والقيام أي قيام الليل، فهاتان الطاعتان من آكد الطاعات التي تفعل في رمضان. ولذلك قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمناسبة اقتران هذا الفعل وهو الصيام مع مطلق الطاعات وخصوصا هذه العبادات ما ذكره المصنف من معنى، وهو أن الشخص إذا صام وأحس بالجوع تذكر الجائعين في النار الذين لا يجدون شيئا من أمور الدنيا، فيحثه ذلك على مطلق الطاعات وخصوصا الطاعات المؤكدة في رمضان ونحوه. نحن حسن الله عليكم. وأما شكر عالم الخفيات إذا صام عرف نعمة الله عليه في الشبع والري فشكرها لذلك أحسن الله عليكم، فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بفقدها. ولذلك جاء الحديث للصائم فرحة عند فطره. نعم حملها المصنف كما تقدم معنا على فطره على إتمام العمل الصالح، لكن من الناس من قال إنها فرحة بأمر دنيوي وهو الشبع والري، فيفرح عند فطره بالشبع والري، حينئذ يذكر نعمة الله عز وجل عليه التي ربما عندما استمر عليها في غير صيامه لم يحس بذلك. أحسن الله إليكم. وأما الانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات
فلأن النفس إذا شبعت طمحت إلى المعاصي وتشوفت إلى المخالفات، وإذا جاعت وضمئت تشوفت إلى المطعومات والمشروبات، وطموح النفس إلى المناجات واشتغالها بها خير من تشوفها إلى المعاصي والزلات. ولذلك قدم بعض السلف الصوم على سائر العبادات، فسئل عن ذلك فقال: لأن يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعت. يعني هذا المقصد من المقاصد المهمة، وهو أن قضية الصيام سبب لابتعاد خواطر المعاصي والمخالفات. ومما يدل على هذا المقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإن الصوم يبعد عن الشخص الفكرة في بعض المعاصي أو في كثير من المعاصي وفي كثير من المخالفات الشرعية. وفصل المصنف قبل قليل في الكلام الذي قرأه القارئ جزاه الله خيرا في الدلالة على هذا المعنى. نعم، أحسن الله إليك. وللصوم فوائد كثيرة أخرى كصحة الأذهان وسلامة الأبدان، وقد جاء في حديث: صوموا تصح. نعم، هذا الحديث الذي ورده المصنف لا يثبت ولا شك أنه غير ثابت، لكن المعنى الذي ذكره هو قضية صحة الأذهان وسلامة الأبدان صحيح. فإن كثرة الأكل والاعتياد عليه تجعل الذهن يعني أكثر كلالة، ولذلك يعني من باب الطرفة فقط نقلوا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لم أرى بدينا يكثر الأكل ذا نباهة إلا قلة وعد أشخاصا بأعيانهم. فالمقصود أن كثرة الأكل لا شك أنها تجعل الذهن منشغل بهذه الشهوات، وأما القلال أو التوسط، نقول التوسط فإن التوسط في كل شيء حسن، فإنه مفيد. نعم، أحسن الله إليك. ومن شرفه أنه من فطر صائما كان له مثل أجره، وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فمن فطر 36 صائما في كل سنة فكأنما صام الدهر. ومن كثر بفطر الصائمين على هذه النية كتب الله له صوم عصور ودهور. ومن شرفه أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، هنا ذكر المصنف شرفين. الشرف الأول قال: من فطر صائما كان مثل أجر له مثل أجره. قبل أن نذكر ما ذكره في آخر كلامه، ما ذكر ما جاء في الحديث أن من فطر صائما كان له مثل أجره، قال العلماء: هذه المثلية في الأجر هي على أصل العمل دون المضاعفة. ومثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير كان له مثل أجر فاعله، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وهكذا هذه المثلية في الأجور التي تكون لبعض الناس هي لأصل العمل. وكما تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. فالذي كتبت له مثل الأجرية يأخذ أصل الأجر، وأما المباشر الذي قام بالعمل فقد ذكر العلماء تلمسا من معاني الشريعة أن المباشر العمل يأخذ الأجر بمضاعفاته، فيكون أجره لا شك أنه أضعف. وقد مر معنا قبل أن الله عز وجل قد أخفى المضاعفة التي تكون للصائم، وهذا يدل على أن لا شك أن الذي قام بالعمل أجره أضعاف مضاعفة عند الله عز وجل من الذي مجرد أنه اكتفى بإطعامه هذه الأكلة. وتقدم معنا أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، أن كثيرا من الشراح، وهذا هو الظاهر، أن ليس المراد أكلة التي يفطر عليها عند دخول غروب الشمس، وإنما كل أكلة يأكلها في ذلك الليل كله، فإنه يدخل في هذا الفضل، وفضل الله واسع. وكما قال الشافعي أو ما نقل عن الشافعي من معنى هذا الأمر، وهو أن الأمور الفاضلة الأصل أن نطلقها وفضل الله واسع ولا نقيدها بشيء، لأن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ثم قول المصنف: إن من فطر فيه 36 صائما في كل سنة
فكأنما صام الدهر كله. هذه يعني استنباط من المصنف رحمه الله تعالى، لأن السنة فيها نحو من 356 يوما، فإذا أكملناها قلنا إنها 360 يوما. فحيث كان من فطر صائما فله أجره، والعشرة والحسنة بعشر أمثالها، فكأنه فطر في 360 يوما، يعني قريب من السنة ويزيد قريبا. والحقيقة هذا يعني اجتهاد المصنف وحساب، وهذا أمر الحساب عند الله عز وجل، ونكل علمه عند الله عز وجل، وإنما الشخص يفعل الصالحات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة: لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا تعدي فيعد الله عز وجل عليك. نعم. أما الثاني فقوله: إن شاء الله من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم جدا جدا، ومر معنا قبل قليل أنه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم، أنما اسم موصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة في الإثبات تكون عامة فتشمل جميع الأعمال التي أذنبها، فيدخل فيها الصغائر والكبائر. وتكلمنا عن كلام ابن المنذر، أو نقلت لكم كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى في المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. الفصل الثالث في آدابه، وهي ستة: أحدها حفظ اللسان والجوارح عن المخالفة، لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم، دعني دقيقة شيء. قول المصنف في آدابه أي في آداب الصيام، فالمقاصد التي ذكرها المصنف الستة والسابعة السبع الماضية متعلقة بالإمساك في اليوم كله، وهنا يتكلم عن بعض الآداب. وذكر المصنف منها ستة يعني على سبيل ما أورده هو، وإلا هناك آداب أخرى غير التي ذكرها المصنف. أحدها، أحسن الله عليك، أحدها حفظ اللسان والجوارح عن المخالفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه السلام: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. نعم، هذه المسألة الأدب، وهو قضية حفظ اللسان والجوارح. هذا الأدب واضح في دلالة النصوص الشرعية عليه، لكن من حيث المقاصد ننظر لها فنقول إن الصيام وردت النصوص في الحث على حفظ اللسان والجوارح عن المخالفة، هو مأمور بحفظ اللسان والجوارح في السنة كلها، وإذا جاء الصيام فإنه يتأكد عليه هذا الحفظ. وبناء على ذلك فإن تأكد فعله في هذه الأيام في أيام الصيام تجعله معتادا ومرتاضا وملازما بعد ذلك على حفظ اللسان والجوارح، فيكون الصيام بمثابة التأديب والتذكير للمسلم. فإن المؤمن قد ينسى بعض هذه الأداب في سنة، فإذا جاءه صيام أرجعه لطبيعته من حفظ اللسان والجوارح. نحن الثاني، الثاني إذا دعي إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. يذكر ذلك اعتذارا إلى الداعي لئلا ينكسر قلبه، فإن خاف الرياء ورى بعذر آخر. يعني يقول الشيخ آخر جملة: إن خاف الرياء ورى بعذر آخر، يعني إن خاف من هذا الفعل منه يكون رياء. والحقيقة أن الذي يخاف كونه رياء يعني ليس كل أحد، لأن بعض الناس قد يتوهم الرياء وهو ليس برياء. وهذا الاستثناء من المصنف رحمه الله تعالى عنده، ولم يرده غيره من أهل العلم، فبعض أهل العلم يطلق يقول يعتذر ولم يذكر هذا الاستثناء. وعلى العموم هذا يتعلق بقضية القلوب، وبعض الناس من كثرة شكه ووسواسه قد يظن ما ليس برياء رياء. فلذلك قلت قبل قليل: ليس كل أحد له ذلك، لأن لو أطلقنا كلام المصنف أنه إن خاف الرياء ورى بعذر آخر، قال الحسن البصري: إن الرياء لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. لو قلنا إن كل من تكلم وقال أنا صائم فمعناه أنه ليس يخاف الرياء، فهذا فيها إشكال. ولذلك لو أطلق لظاهر الحديث أنه يقول إني صائم وليس في ذلك أمر، وهذا نص الشارع ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الظاهر ظاهر النص. نعم، شارع. الثالث
ثالث ما يقوله إذا أفطر، وهو ما روي عنه عليه السلام أنه كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وروي أيضا أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وفي حديث آخر الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. هذه الأدعية من الأدعية المهمة جدا، لأن الدعاء كما لا يخفى على الجميع ينقسم إلى ثلاثة أنواع: دعاء بالقلب، ودعاء باللسان، ودعاء باللسان والقلب معا. أما الدعاء باللسان فهو أن يتلفظ بلسانه وشفتيه، وأقله عند بعضهم أن يسمع نفسه، وعند بعضهم أن يحرك لسانه وشفتيه، هذا أقل ما يسمى ذكر اللسان، ذكر اللسان. وأما ذكر القلب فهو أن يتفكر في المعاني التي يدعو بها، فعندما يقول ذهب الظمأ استشعر نعمة الله عليه، ابتلت العروق كذلك، ثبت الأجر إن شاء الله، يستشعر نعمة الله عز وجل عليه بأن هدي الإسلام والسنة والخير، وكذلك اللهم لك صمت الإخلاص لله عز وجل، وعلى رزقك أفطرت نعمة هذا المال والطعام الذي بين يديك، وهكذا الحمد لله الذي أعاني نسب الفضل إلى الله فصمت ورزقني فأفطرت، ففضل الله عز وجل يعلوك ليلا ونهارا صبحا وعشيا. هذا هو الذكر بالمعنى. أفضل الذكر العلماء يقولون هو ذكر اللسان مع القلب، ثم يليه ذكر اللسان فقط، وذكر القلب هو عبادة مستقلة منفصلة. المقصود من هذا هو أن ذكر القلب إذا كان الدعاء واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرها المصنف، فلا شك أنها تشمل من المعاني ما لا يشمله غيره من الأدعية. ولذلك فإن بعض من أهل العلم يقول الأصل في الأدعية في الصلاة هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جوامع الكلام، وما عداها فلا. ولذلك هذه الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من جوامع الكلام، فحري بالمسلم أولا أن يحفظها، ثم يدعو بها، ثم يتفكر في معانيها، فإذا جمع الله عز وجل له هذه الأمور الثلاثة فقد هدي إلى خير عظيم. أحسن الله إليكم. الرابع ما يفطر عليه وهو رطب أو تمر أو ماء، لأنه روي عليه السلام أنه كان يفطر قبل أن يصلي على رطابات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء. وقال عليه السلام إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن الماء طهور. يعني هذه الأمور التي أوردها المصنف يعني لم نعلق عليها في المقصد منها، والمقصد منها أمور: الأمر الأول تحقيق السنة بالتعجل، فإن تعجيل الصيام فيه متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، فتعجيل الفطر علامة خيرية لأن فيه تحقيق السنة وعدم المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن البداء بالرطب والتمر والماء فيها معاني ومقاصد، بعضها قريب وبعضها بعيد، فمن المعاني القريبة أن هذه الأمور أصح للبدن، وهي الرطب ثم التمر ثم الماء، أن يبدأ بها، فالنظر بها جانب صحي ومفيد، هذا من المعاني القريبة. أما من المعاني البعيدة وهو ما يتعلق بما ذكره بعض الشراح، قالوا لأن الرطب والتمر موجودة في جزيرة العرب، وهذا يدل على أن الإيمان يأرز كما جاء عن رسول الله ما بين مكة والمدينة، والرطب لا يخلو منه بيت في مكة والمدينة، فدل على تعلق الإيمان بها، أي بتلك بهذه البلدة. وقد ذكر ابن خلدون في تاريخه أو في مقدمته، ومقدمته هي مقدمة لتاريخه، أنه مما عرف من عادة الناس أنهم إذا مرضوا أكلوا من ثمرة وطعام بلدهم، فيكون ذلك في سبب لصحة أبدانهم. وكذلك هنا فإن الشخص إذا ابتدأ بالرطب مستشعرا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، فإضافة لكونها سنة فإن فيها استشعارا للرابطة بين المؤمن وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التأسي من جهة، وفي الموضع الذي كان منه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الرطب في الأصل أنه يكون في هذه المناطق، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر قال أريت مهجري، فإذا بلدة ذات نخل أو نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
فدل على أنها شهرت بذلك. وهذا معنى إشاري ذكره بعض الشراح والعلم عند الله عز وجل في صحته من عدده. الله عليك. الخامس والسادس تعجيل الفطر وتأخير السحور لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وقال عليه السلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقال عليه السلام قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وقال عليه السلام لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال عمرو بن ميمون كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، وإنما أخر السحور ليتقوى به على الصوم كي لا يجهده الصوم فتقعده عن كثير من الطاعات، وقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر 50 آية. وإنما عجل الفطر لأن الجوع والعطش ربما ضر به، فلا وجه إلى إبطال النفس لذلك مع أنه لا قربة فيه. وقد رؤي بعض ظرفاء السلف يأكل في السوق فقيل له في ذلك فقال مطل الغني ظلم. يعني هذا المعنى الذي ذكره المصنف في سبب مشروعية تأخير السحور وتعجيل الفطر هو التقوي، فليس المقصود ضعف البدن بالكلية، وإنما هو فقط يعني الإحساس بالجوع والطمأ بعض الشيء لأجل ذلك. والقصة التي أوردها المصنف الأخير عن بعض ظرفاء السلف في قوله مطل الغني ظلم معناها أنه قد أحس بالجوع في السوق فأكل في السوق، مع أن السلف كانوا يكرهون الأكل في السوق لأنه مخل بالمروءات، فلما قيل له بذلك فمن باب الاقتباس ومن باب ما في معناه قال إن مطل الغني ظلم، فالجوع هو كأنه دائم، والجائع أي صاحب البدن هو المدين، فقال إذا مطلته أي أخرت تغذيته إلى البيت فقد ظلمت نفسي إنها هي الجائعة، فأردت أن أعطيها ما تريده ولو كان في السوق. فقط هذه باب النكتة والطرفة كما ذكر المصنف، لأنه قال بعض الظرفاء السلف يقول ذلك، فهو الاستدلال ليس بالقصة وإنما في قضية أن إضعاف البدن وعدم إعطاء حقه من التقوية لا شك أنه منهي عنه، ذلك منهي عن الوصال، وسبب النهي عن الوصال لما فيه من إضعاف البدن. نعم أحسن الله عليكم. الفصل الرابع فيما يجتنب فيه وهو أنواع، أحدها الوصال. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبقوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. وإنما نهى عن الوصال لما فيه من إضعاف القوى وإضمان الأجساد من غير عبادة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان أكله وشربه عند ربه حقيقة فإنه لم يواصل. وإن عبر بالأكل والشرب عن قوة الأنس بالله والسرور بقربه فقد قام ذلك مقام الأكل والشرب في إنعاش قواه، بل هو أبلغ من الطعام والشراب. وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر الصيام، ولقد وجدت لذاذه لك في الحشا ليست لمأكول ولا مشروب. هذه المسألة في قضية الوصال عندي حديث عنها من جهتين. الجهة الأولى في المقصد تكلمنا عنه أن النهي عن الوصال لأجل إضعاف البدن، فليس المقصود من الصيام إضعاف البدن ولا تعذيب البدن ونحو ذلك، وإنما المقصود فقط التعبد لله عز وجل والمقاصد السابقة التي ذكرها المصنف من حيث أن الجوع قد يؤدي لأغراض الحسنة. الأمر الثاني الذي يريد الحديث عنه هو قضية بعض الأحكام الفقهية التي أوردها المصنف. أورد أولاً الحديث الدالة على النهي عن الوصال، وهذا النهي عن الوصال محمول عند أهل العلم على الكراهة، أي يكره الوصال. ثم عندنا في قضية كراهة الوصال أمران. أمر الأول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حينما قال إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هذه واحدة. والثانية حينما أذن لهم بالوصال إلى نصف الليل. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ قال فقهاؤنا إن الوصال مكروه ويباح منه ما كان إلى نصف الليل فقط للإذن عن به بعد النهي، فالإذن أباح الوصال إلى نصف الليل فقط، وما زاد عنه فإنه مكروه.
لأن لو أطلقنا الكراهة لقلنا إنه تستلزم الكراهة كل تأخير عن أول الوقت، ولكن لما وردنا النص الثاني أظنه حيث بسعيد دل على أن تأخير الفطر إلى نصف الليل مباح، وليس معنى قولنا إنه مباح أنه مستوي الطرفان، بل إن الأفضل والأولى أن يعجل الفطر، ولكن مخالفة الأولى والسنة ليس مكروها وإنما يكون مباحا وما يسمى بخلاف الأولى إلى نصف الليل، بعد نصف الليل يكون مكروها جمعا بين النصوص. المسألة الثانية ما ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواصل وإنما كان يأكل ويشرب عند ربه حقيقة، هكذا يقول. والحقيقة أن المتقرر عند الفقهاء رحمه الله تعالى أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يباح له الوصال، والدليل على اختصاصه بذلك أنه قال لست مثلكم، أو قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فدل على اختصاصه بالجواز خلاف ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الوصال. وهنا قاعدة أصولية مشهورة أنهم يقولون أن المكروهات لا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حكمين: الحكم العام الإباحة، والحكم الثاني وهو هل تدل على ند أو وجوب. هذه تختلف بحسب نوع الفعل، فإن كان بيانا لمجمل أخذت حكم المجمل، وإن كانت من الأمور الخاصة به صلى الله عليه وسلم فلها حكمها الخاص به الذي لا يشابهه غيره، وإن كانت من الأفعال الجبلية الخلاف مشهور جدا، وما لم يعرف حكمه أهو جبلي أو بيان مجمل أو نحو ذلك، فإن فيه قولان عند أهل العلم، قيل الوجوب وقيل الندب وقيل الإباحة، ولكن مشهور عند أحمد وأصحابه الوجوب أو الندب. أنا قصدي من هذا ما هو أن العلماء قرروا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تقع منه محرم، ولا يمكن أن يقع منه صلى الله عليه وسلم كذلك مكروه، اللهم إلا في حالة واحدة، أن يكون فعله المكروه لحاجة، لأنه متقرر أن فعل أن الحاجة ترفع حكم المكروه فيصير مباحا. ثم اختلفوا هل من الحاجة تعليم الناس أم ليست من الحاجة ذلك، وهذا نزاع مشهور جدا محله كتب أصول الفقه وشروح الحديث كذلك. صلى الله عليكم. الثاني القبلة، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملكهم لأربه، فمن كان شيخا يأمن على نفسه من تحريك الشهوة وإفساد الصوم فلا بأس بها، وإن كان شابا لا يأمن ذلك كرهت له لما فيها من تعريض العبادة للإفساد والمخاطرة بها. نعم، القبلة لها ثلاثة أحكام، ذكر مصنف حكمين بقي الثالث. الحكم الأول إذا كان يأمن على نفسه من تحريك الشهوة كأن يكون شيخا أو نحبه، فهذا لا شك أنه تجوز بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما في حديث عائشة المتقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. الأمر الثاني إذا كان يخشى أن تحرك شهوته، فهذه مكروهة في حقه لمفهوم قول عائشة كان أملككم لأربه، يعني لشهوته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء من بعض السلف منه عمر أنه قال تجوز للشيخ دون الشاب. الحالة الثالثة لم يذكر المصنف إذا غلب على ظنه أنها ستكون سببا لفساد صيامه إما بوقاع أو بإنزال، فقد ذكر العلماء أنها تكون حينئذ محرمة، وهي تخريب للقاعدة المشهورة أن وسائل المحرم محرمة، فكل ما كان وسيلة لمحرم فإنه يكون محرما كذلك. أحسن الله إليكم. الثالث الحجامة، صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وسئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. فمن أضعفته الحجامة كره له، إذ لا يأمن من الفطر، أو من ثقل العبادة عليه فيتبرم بها فيكره عبادة الله. نعم، هذا المسألة وهي قضية الحجامة. الحجامة ورد فيها حديثان، حديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم،
وهذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صححه الأئمة كأحمد وغيره، وقيل أنه يعارضه الحديث الذي أورده المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهو حديث ابن عباس. والحقيقة أن هذا الحديث ذكر جماعة من محققي أهل العلم، ومنهم أحمد ويحيى وغيرهم، أن هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه احتجم وهو صائم. وإن فرض صحته، فلا بد أن نحكم أن الناسخ هو المتأخر لا المتقدم، ولم يثبت عندنا أيهما المتقدم والمتأخر. والقاعدة عند أهل الأصول أنه إذا تعارض حديثان على فرض التعارض، مع أن هذا اللفظ ضعف أو قيل أنها في زيادة وهو صائم إشكال، وإنما هو محرم، على فرض التعارض بين النصين، إذا لم يعرف التاريخ أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، فالعلماء يقولون إن الناقل يكون مقدما على المبقي على الأصل، إن الناقل يكون مقدما على المبقي على الأصل، والأصل هو عدم التفضيل بالحجامة، والناقل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوم. فدل ذلك أن الحديثين إذا كانا متعارضين فإننا نقدم الترجيح، ولا نحكم بالنسخ إلا بدليل، ولم يثبت عندنا دليل النسخ. وعلى العموم فإن الحجامة المشهور عند الفقهاء أنها مفطرة، وهو قول أحمد وأصحابه خلافا للجمهور، لأجل الحديث الذي ذكرته قبل قليل. والذين قالوا إنها مفطرة لهم مسلكان، منهم من يقول إن التعريض فيها بالاسم، ومعنى كونها التعريض بالاسم يعني لكونه فعل الحجامة أو فعلت به الحجامة، أفطر الحاجم والمحجوم، ولذا قالوا إن الفصل لا يكون مفطرا، فيكون من باب التعليل بالاسم لا بالصفة، فتكون العلة قاصرة. وهذا وإن كان هو المشهور في مذهب أحمد عند المتأخرين، إلا أن فيه يعني بعض الإشكالات. المعنى الثاني وهو المناسب لما نقله المصنف، أن الحجامة حكم بالفطر فيها لأجل معنى ومقصد، أما المحجوم فإنما حكم بفطره لأنه قد خرج منه دم كثير قصدا، وخروج هذا الدم الكثير قصدا يضعف البدن. ولذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر أن كراهية الحجامة للصائم، وتحمل الكراهية هنا على التحريم، إنما هي لأجل الضعف، أي ضعف البدن. ولذلك فإن من المفطرات المضعفة لأجل البدن الحجامة، والاستقاء وهو طلب القيء، فإن من تعمد القيء فإنه يضعف بدنه كما يعلم ذلك الناس جميعا. ومن ذلك ما يتعلق بقضاء الوطر بالجماع والإنزال، فإنها أيضا مضعفة للبدن. ولذلك فإن الصائم منهي عن أمرين وكلاهما مفطر، الأمر الأول ما كان مغذيا للبدن مقويا له ولم ينهى عنه مطلقا، وإنما نهي عنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولذلك قال الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والثاني ما يكون مقابلا له، وهو ما يضعف البدن جدا، كخروج الدم الكثير وتعمد القيء، وكذلك ما يتعلق بالإنزال أو قضاء الوطر. وهذا المعنى الذي ذكرته قبل قليل ذكر بعض المحققين كشيخ تقي الدين وغيره، وهو من باب النظر في المقاصد الشرعية. والمصنف عموما ذهب على طريقة الجمهور إلى أن الحجامة مكروهة وليست محرمة، وهو قول كثير من أهل العلم، والمسألة خلافها خلاف مشهور. أحسن الله إليكم. الرابع الكحل، كان أنس ويكتحل وهو صائم، وقال الأعمش ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر، فلا فرق بين الكحل الحاد الذي ينفذ إلى الحلقوم وبين غيره، أو اجتنابه خروجا عن خلاف العلماء. نعم، هذه المسألة جيدة، وهي قضية الكحل، فبعضهم يقول إن الكحل ما يفطر منه إلا ما كان يصل إلى الحلق، ومثل الذي يكون فيه طيب ونحوه، وبعضهم يقول إن ما كان بالصبر فإنه لا يفطر، فمثل الصبر لأنه ليس له طعم لا يفطر، وإلا ما عدا ذلك يفطر. وعلى العموم مسألة خلافية، والأولى تركها كما ذكر المصنف، وكلامه صواب. نعم، أحسن الله عليكم. الخامس الاستنشاق في الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فنهى عن المبالغة لما في ذلك من المقاطرة بالعبادة تعريضها للإفساد، والله أعلم. نعم، هذا الأدب الخامس وهو الموجود عندنا في الكتاب، الاستنشاق في الوضوء. ولعل المصنف أراد المبالغة أو عدم المبالغة الاستنشاق في الوضوء، لأن الاستنشاق في الوضوء واجب، وتعلمون أن أقل الاستنشاق في الوضوء هو إصال الماء إلى الأنف بأي طريق، ولو أن يبل منديلا أو أطراف أصابعه فيضعها في أنفه فإنه يصدق عليه أنه استنشاق، وهذا خاصة لمن يرى وجوب الاستنشاق وهو ظاهر النصوص الشرعية. ولكن الذي ورد به النهي ليس النهي عن الاستنشاق، وإنما النهي عن المبالغة بالاستنشاق، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستثناء يثبت للمستثنى منه حكما خلاف ما استثني منه، الاستثناء يثبت للمستثنى حكما مغايرا لحكم المستثنى منه، أي إذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق. وبناء على ذلك نقول إن المبالغة على الاستنشاق في الاستنشاق للصائم مكروهة. عندنا مسألتان، المسألة الأولى ما معنى المبالغة في الاستنشاق؟ يقول العلماء أن الاستنشاق من زاد عن صفة الكمال فيه فقد بالغ، بمعنى المبالغة هي إما أن يجذب الماء بقوة حتى يصل إلى آخر أطراف أنفه، فإن آخر أطراف الأنف وصول الماء إليها مستحب، فهي من باب المبالغة لكي يكون تنظيفا للأنف كله. أما إذا كان المرء صائم فإنه يكره له هذه المبالغة، لأنها قد تؤدي إلى وصول الماء إلى جوفه وهو مريئه ثم إلى معدته. الأمر الثاني عندنا أنه إذا بالغ وخالف واستنشق فقد فعل مكروها، فهل يبطل صومه؟ نقول لا، لا يبطل صومه، لأنه فعل ما له فعله وهو جائز في الأصل، فحينئذ نقول لا يبطل صومه، إلا أن يكون متعمدا الاستنشاق لأجل أن يبتلع بعضه، هذا لا شك، وفي القصد إنما قصده ابتلاع الماء، فحينئذ يكون مفطرا. وأما من بالغ في الاستنشاق لأجل الاستنشاق فقط فقد فعل مكروها، ولكن لا يصل صومه ولو وصل إلى حرقه منه شيء. أحسن الله إليكم. الفصل الخامس في التماس ليلة القدر. ليلة القدر ليلة شريفة فضلها الله على ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وسميت ليلة القدر إما لشرف قدرها وعلو منزلتها، وإما لأن الأرزاق والآجال من السنة إلى السنة تقدر في تلك الليلة، وتنزل الملائكة والروح في تلك الليلة فيسلمون على المجتهدين، واختلف العلماء هل يسلمون عليهم من تلقاء أنفسهم أو يبلغونهم السلام عن ربهم. وإن كل هذه الأمور يعني علمها عند الله عز وجل، ما لم يرد بها خبر ونص فإننا نكل علمها عند الله عز وجل. نعم، أحسن الله عليكم. وإن يأتي فيها العيد فيها تسليم رب العالمين عليه لجديرة أن تكون خيرا من ألف شهر، وبأن يلتمسها الملتمسون ويطلبها الطالبون، ولذلك التمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبه والصالحون من بعده، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي إلى الأوتار أقرب منها إلى الأشفاع، والظاهر أنها ليلة 21، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها ثم أنسيها، وذكر أنه سجد في صبيحتها في ماء وطين. وصح أن المسجد وقف ليلة 21، ورؤية أثر الطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفه، وترجحت ليلة 21 بأنه أخبر أن القمر كان ليلته كشق جفنة، ولا يكون القمر كشق جفنة إلا ليلة 27 وليلة 21. فمن فضيلة هذه الليلة أن من أقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والدليل على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم. لا نقل قليلا شيخ، شرع المصنف الحديث عن ليلة القدر، والحديث عن ليلة القدر يذكره العلماء في الصيام، مع أنها ليست متعلقة بالصيام، وإنما لأنها في رمضان، ورمضان شهر الصيام، فمن باب المناسبة فقط، وإلا فالليلة القدر هي ليلة، والليل لا صيام فيه، وإنما في نهارها يكون صيام لعامة المسلمين. وهذه الليلة لا شك أنها من أفضل الليالي، إلا تكون أفضل الليلة على الإطلاق لما رتب الله عز وجل عليها من الأجور. ليلة القدر خير من ألف شهر، و ذكر المصنف عددا من الأمور المتعلقة بهذه الليلة. أول هذه المسائل وهي قضية أن هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان، وهذا الذي
جزم به أكثر الصحابة، لأن من الصحابة من قال هي في السنة كلها كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن لعل هذا من ابن مسعود باب الترغيب على الاجتهاد. المسألة بعدها ذكر مصنف أنها في الأوتار أقرب منها إلى الأشفاء، وقد جاء في حديث يعني في الصحيح أن ما يدل على التماسها في الأوتار، بيد أن السلف رحمهم الله تعالى تنازعوا بكيفية حساب الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر، فبعضهم احتسب الأوتار باعتبار أول الشهر، وبعضهم احتسب الأوتار باعتبار آخر الشهر. فمن احتسب الأوتار باعتبار أول الشهر فالأوتار تكون هي ليلة 21 والثاني والعشرين، عفوا ليلة 21 والثالث والعشرين وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، فتكون 5 ليالي. وأما من نظر إلى الأوتار باعتبار آخر الشهر فإنه يقول تختلف الليلة إذا كان الشهر تاما أو كان الشهر ناقصا. فإن كان الشهر تاما فإن يعني الشهر 30 يوما فإن ليالي الأوتار باعتبار آخر الشهر هي ليلة 30 وليلة 28 وليلة 26 وليلة 24 وليلة 22 وليلة 22، وبعضهم ذكر بعض الشافعية متأخرين حتى ليلة 21 قد تكون من العشر في مسألة أخرى ذكروا في قضية الأحياء. المقصود أنها في هذا قول بعض السلف، وقال بعضهم نعم وقالوا بعضهم في من احتسب الأوتار باعتبار نهاية الشهر إذا كان الشهر ناقصا أي 29 فتكون الليالي الوترية حسابها كحساب الأوتار إذا كان الشهر إذا احتسبت من أول الشهر فتكون ليلة 29 لأنها آخر ليلة إذا كان الشهر ناقصا، و27 و25 و23 و21. هذه الطريقة بين السلف الخلاف، ممن أشار لهذا الخلاف الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وله كتاب عظيم طبع مختصره محذوف الأسانيد قديما في الهند، وهو مختصر قيام الليل ومختصر قيام رمضان ومختصر وتر، ثلاثة كتب له طبعت مع بعضها، وقد أورد فيها كلام السلف من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم في ليلة القدر وما بعده، وهو من أجل الكتب في هذا الباب ولا شك. المسألة الثالثة أوردها المصنف وهو ترجيحه ليلة 21، هذه من المسائل الخلافية، فبعضهم رجح ليلة 21 للأحاديث التي أوردها المصنف، وهناك أيضا ما يدل غير ما ذكره المصنف، منها حديث عبد الله بن أنيس الجهني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني إمام قومي في البادية فدلني على ليلة آتي فيها مسجدك، فقال إيتي ليلة 21، فكان أنيس رضي الله عنه والد عبد الله بن أنيس يأتي بدابته فيربطها على باب على الحلقة عند باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل مع غروب الشمس ولا يخرج إلا مع طلوعه. فالقول بأنها ليلة 21 من الليالي الفاضلة التي يعني ظن كثير من السلف أنها كذلك، ومنهم من جزم بأنها غيرها من الليالي كليلة 27، حتى إن أبي بن كعب رضي الله عنه ورحمه كان يحلف أنها ليلة 27. وعلى العموم الأقرب أنها ليلة أخفاها الله عز وجل عنا لنجتهد، فإن من حكمة الله عز وجل أنه يخفي عنا كثيرا من العبادات لنجتهد، مثل ليلة القدر فإنها مخفية عنا لنجتهد في العبادة، مثل الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة فإنها مخفية عنا لنجتهد في الدعاء، منها الساعة التي في الليل فإن في كل ليلة ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يدعو الله إلا استجيب دعاءه، أخفاها الله عز وجل عنا لنجتهد في الدعاء وإحياء الليل كله أوله وآخره، وغير ذلك من المواطن التي ذكرها العلماء أن فيها أخفاء من الله عز وجل لبعض الفضائل. وعلى العموم أن من اجتهد في العشر كلها فإنه سيكون قد أصاب ليلة القدر بإذن الله عز وجل. نعم تفضل. الله عليكم. فمن فضيلة هذه الليلة أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والدليل على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر، والغوابر البواقي. وقال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر
من العشر الأواخر من رمضان، وقال أبو هريرة: تذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمستحب من رآه أن يكثر من الثناء والدعاء، وأن يكون أكثر دعائه: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. نعم، هذه مسألة أستاذ يا شيخي، هذه مسألة مهمة جدا جدا تتعلق بليلة القدر، وهو أن من أدرك ليلة القدر بمعنى أنه قام في العشر الأواخر، يعني سواء كان علم أنها ليلة القدر أو لم يعلم، كما هو حال عامة الناس لا يعلمون، يقومون الليلة ولا يدرون. فمن أدرك ليلة القدر أو ما هي مظنة ليلة القدر من العشر الأيام الفاضلة الأخيرة من رمضان، فإنه ليست كل الأعمال الطاعات فاضلة فيها. نعم، كل أعمال الطاعات لك أجر لا شك، ولكن تتأكد أعمال خاصة بعينها التي ورد بها النص. ولذلك عندنا قاعدة وردها أهل العلم أنه لا تلازم بين فضل الزمان ومطلق العمل، فليس كل زمان فاضل تعمل فيه جميع الطاعات، وإنما يستحب في الأزمنة ما ورد به النص. فالعصر على سبيل المثال من أفضل أفعال، من أفضل أزمان اليوم، ومع ذلك نهينا عن الصلاة بعد صلاة العصر. الجمعة يوم فاضل ويكره صومه، يوم العيد وخاصة الأضحى من أفضل أيام السنة، ومع ذلك نهينا عن صيامه بل يحرم صومه. كذلك يوم ليلة القدر، فإن الانشغال فيها بالأفضل لا شك أنه هو الأنفع. والأفضل مما يفعل في ليلة القدر ثلاثة أشياء. الأمر الأول ما أشار له المصنف من قضية الدعاء، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والأمر الثاني الذي يستحب في ليلة القدر وهو قيام الليل، من قام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والأمر الثالث الذي يستحب في ليلة القدر أو ما هو مظنة لليلة القدر وهو لزوم المسجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، اعتكف من أول رمضان وأوسطه، وكان آخر اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان، ولعل من أسبابه قضية ليلة القدر. وفي معنى الاعتكاف أن من اعتكف كان له أجر مصلي، فإن من كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة ما انتظرها، فمن اعتكف في المسجد ليلة القدر فكأنه صلى الليلة كلها لأنه معتكف في المسجد. أحسن الله اليك. والمستحب وإن اقتصر على الثناء فهو أفضل، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد، حديث عطية عوفي عن أبي سعيد، في قوله من شغله ذكري يشمل أمرين. الأمر الأول ذكري يعني القرآن، فمن انشغل بالقرآن عن غيره أعطي أجر السائلين. والأمر الثاني أن ذكري هنا بمعنى الثناء على الله عز وجل من باب المقابل عن مسألته، لأن الدعاء دعاء طلب ودعاء ثناء، وأفضل الثناء أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه أفضل ثناء على الله عز وجل بعد القرآن، وسمها الله عز وجل الباقيات الصالحات كما جاء في حديث أكثر من حديث تسميتها بذلك. ولذلك قال الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وقال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. نعم، الله إليكم. وقال أمية: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. الفصل السادس: الاعتكاف والجود وقراءة القرآن في رمضان. الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف زيارة الله في بيت من بيوته والانقطاع إليه فيه، وحق المزور أن يكرم زائره. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والنزل الضيافة. والمستحب أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. تعدل يا شيخ، الاعتكاف طبعا هو مسنون
هو في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فالله عز وجل قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، اعتبر العاكفين، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، فدل على أنه مشروع. وأما فضله على سبيل ترتيب الأجر المعين فلم يرد حديث في ترتيب أجر معين فاضل للاعتكاف، وإنما يدخل فيه فضائل متعددة، كل ما جاء في لزوم المساجد، وكل ما جاء في انتظار الصلاة بعد الصلاة، وكل هذه تكون أجورها متحققة للمعتكف. وقبل أن نبدأ في ما ذكره المصنف أريد أن أبين ما معنى الاعتكاف. الاعتكاف بعض أهل العلم يجعل له قيدين، القيد الأول لزوم المسجد، والقيد الثاني أن يكون للطاعة. إذن الأمر الأول لزوم المسجد، والقيد الثاني أن يكون اللزوم لأجل الطاعة وليس اللزوم لأجل حاجة من حوائج الدنيا، كمن دخل ملازما لغريم أو جعل المسجد طريقا أو نحو ذلك. فكل من لزم المسجد لأجل الطاعة فهو معتكف. وبعض أهل العلم يزيد قيدا ثالثا فيقول بنية، أي لا بد أن ينوي الاعتكاف. وهذا الشرط الثالث أورد كثير من الفقهاء وبعض المحققين كالشيخ تقي الدين وغيره، يقول لا حاجة لهذا القيد وهو النية، فإن مجرد قصد المسجد للطاعة فإنه يكون اعتكافا، فكل من جلس في مسجد لطاعة فإنه معتكف، وإن لم ينوي الاعتكاف فإن الاعتكاف صفة للفعل والفعل يكون طاعة. ولعل هذا أقرب من باب أن الأجور تكون أوسع، وفضل الله عز وجل واسع سبحانه وتعالى. نعم. والمستحب صلى الله عليه، والمستحب أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان بليلة القدر، لأنه آخر من استقر عليه اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وإيقاظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقوله نعم لا فقط صلى على الرسول، وقولها شد المئزر كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء، وقيل عبارة عن الجد في العبادة والتشمير فيها. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. يجوز حمل ذلك، عندنا قاعدة وهو يجوز حمل اللفظ على كلا معنيين ولو كان باب الاشتراك اللفظي. نعم أحسن الله إليك. ويستحب الإكثار من تلاوة القرآن ومن الجود والإفضال في هذا الشهر للمعتكف وغيره، لأن الفقير يعجز بسبب صومه عن الشهوات والتطواف والسؤال. وفي الصحيح نعم هذه مسألة في قضية، اسمح لي شيخ قبل نكتة، فيما يتعلق بالجود والإفضال. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون بإطعام الطعام في شهر رمضان وفي الصدقات، وهناك مسألة في قضية، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل عليه السلام ويدارسه القرآن. لكن هنا مسألة في قضية هل الأفضل أن تكون الزكاة في رمضان أم ليس كذلك. جاء في حديث في الموطأ عن عثمان رضي الله عنه أنه قال أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم. قول عثمان رضي الله عنه إن هذا الشهر، ما هو الشهر الذي كان الصحابة يخرجون فيه زكاتهم؟ فإن قوله هذا الشهر يدل على أن الصحابة كانوا يحددون شهرا معينا يخرج فيه جميعهم زكاته. ذكر جمع من أهل العلم أن هذا الشهر أخفي ولم ينقل لنا، حتى قال بعضهم فات علم كثير لخفاء هذا الشهر الذي كان يخرجه الصحابة. نعم اجتهد بعض أهل العلم فقال إنه في رمضان، ومنهم من قال إنه في المحرم، ممن قال إنه في المحرم الزهري، قال غيره كأبي يعلى وغيره إنه في رمضان. ولعل الأقرب العلم عند الله عز وجل أن رمضان ليس أفضل أن تكون الزكاة فيه، لأن من أخرج زكاته في رمضان فإنه سيقع في أمرين. الأمر الأول أنه سينشغل بحساب زكاته، وحساب الزكاة قد تشغل المرأة ببعض الطاعة خاصة في العشر الأواخر، إما في حسابها وإما في صفة إخراجها، لأن لها مؤنة خاصة من كان له مال كثير ويحتاج إلى البحث عن المحتاجين والفقراء. الأمر الثاني أن المرأة إذا أخرج زكاته في رمضان قد يكون ذلك سبباً لعدم زيادته عليها، وأما إن كان إخراجه بزكاته في غير رمضان فإنه مع قرب رمضان
وإقبال النفس على الطاعة وقربها من الرب جل وعلا، فإنه يتصدق بصدقات أخرى. فلو كان عنده زكاة لربما حرم نفسه من إخراج الصدقة المستحبة، وهذا يعني توجيه والعلم عند الله عز وجل. لكن فيما يظهر أن الأقرب عدم إخراج، يعني أفضل، ليس الأفضل بل يعني نقول الأولى، أن يكون إخراج زكاة في غير رمضان لينشغل في رمضان عن الصدقات التي أشار إليها المصنف. نعم. الله عليك. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه عليه السلام كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ومعنى قوله من الريح المرسلة أي في عمومها وإسراعها. وصح أن جبريل عليه السلام كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة واحدة، فلما كان العام الذي توفي في عقيبه عارضه مرتين. وهذا الحديث استدل به العلماء على استحباب أن لا يخلو رمضان من ختمة واحدة. والعلماء رحمه الله تعالى قالوا إن من كان يحسن قراءة القرآن فيكره له أن يمر عليه 40 يوما في رمضان أو في غيره ولا يختم القرآن. واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث ابن عمر في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختمه في 40، فهي أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم فإنه يكره للمرء أن يمر عليه 40 يوما لا يختم القرآن إذا كان مجيدا القراءة من مصحف أو من حفظه. وفي رمضان طبعا لا شك أنه آكد أن يختمه ولو مرة واحدة. صلى الله عليه وسلم. الفصل السابع: في اتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فيقابل كل يوم بعشرة أيام. نعم، هذا الكلام أورد جمع من أهل العلم ومنهم المصنف. أحسن الله إليكم. الفصل الثامن: في الصوم المطلق. قال الله عز وجل: والصائمين والصائمات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وقالت معاذة العدوية: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. نعم، قوله الصيام المطلق يعني الصيام غير المقيد بزمان. إذا الصيام إما مطلق أو مقيد، والمقيد نوعان: إما واجب وإما مندوب. والواجب هو رمضان والنذر والكفارات، وأما المندوب المقيد فهو ما سيرده المصنف في الفصل التاسع في صوم التطوع، وسيعدد بعضا من أنواع الصوم التطوع المندوب. الله عليكم. الفصل التاسع: في صوم التطوع. الأول: في غب الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قلت: بأبي أطيق أكثر من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل. وإنما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم الغب في هذا الحديث لسببين: أحدهما أن ابن عمرو كان لا يحتمل أكثر من ذلك، بدليل أنه عليه السلام قال له: فإنك إذا فعلت ذلك نفهت نفسك وغارت عيناك. فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه أفضل صومه الغب. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صوم داود، وذكر أنه لم يؤثر في قوة داود بقوله: وكان لا يفر إذا لاقى. فعلى هذا يكون حديث ابن عمرو مخصوصا بأفضل الصوم، وحق كل من ينهك الصوم قواه. فإن الغالب على الصحابة أنهم إنما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليتعاطوه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم منهم ذلك، فيجيب كل واحد منهم على حسب ما فهم منه.
ولهذا سأله رجل أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة لأول وقتها. وسأله آخر أي الأعمال أفضل؟ قال بر الوالدين. وسأله آخر أي الأعمال أفضل؟ فقال الجهاد في سبيل الله. فأجاب كل واحد منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله بأعمال نفسه، فكأنه قال للأول أفضل أعمالك الصلاة لأول وقتها، وقال للثاني أفضل أعمالك بر الوالدين، وقال للثالث أفضل أعمالك الجهاد في سبيل الله. ولولا تنزيل هذه الأحاديث على هذه القاعدة لكانت متناقضة، ومنصب الرسول صلى الله عليه وسلم أجل أن يصدر منه قول متناقض. فعلى هذا صوم الدهر في حق من أفطر في الأيام المحرمة إذا كان مطيقا له لا يؤثر في جسده ولا يقعده عن شيء من الطاعات التي كان يفعلها الأقوياء أفضل من الغب، لأن الجزاء على قدر الأعمال على ما تمهد في الشريعة، أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. طيب نقف شوي نقف شيخ. الكلام الذي مضى من المصنف فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، عندما ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، والحقيقة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام هذه صيغة تفضيل فتدل على أفضل الصيام. وقد أورد على هذا الحديث أمران، الأمر الأول وهو ما ذكره المصنف وسنرجع له بعد قليل، وهو هل صيام الدهر أي سرد الصيام مكروه أم ليس بمكروه، وهذا سنتكلم عنه في المسألة الثالثة إن شاء الله. والمسألة الثانية طبعا وجه تعلقها بالحديث أن ظاهر الحديث أنه ليس هو أفضل الصيام، فإن مفهوم المخالفة أن صيام سرد الدهر والصيام المتوالي أنه لا يكون من أفضل الصيام بل يكون مفضولا. الأمر الثاني أن إذا قلنا إن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فكيف يكون أفضل؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. فقد أجاب عن ذلك جماعة من أهل العلم المحققين ومنهم ابن رجب، وبيّنوا أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الذي يصوم يوما ويفطر يوما من جهتين. الجهة الأولى من حيث الاتباع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام الفاضلة مثل الأيام البيض ومثل الاثنين والخميس ومثل رمضان ومثل المحرم، وكل واحد من هذه الأيام الفاضلة لها فضل على سبيل الخصوص. وقد تفوت هذه الأيام الفاضلة لمن كان يصوم يوما ويفطر يوما. الأمر الثاني، قالوا لو جمعنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم لكان أكثر من صيام داود عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يصوم رمضان والمحرم وشعبان وثلاثة أيام من كل شهر، الأيام البيض في حديث أبي ذر، وجاء أيضا أيام الثلاث من أول الشهر والسرر والاثنين والخميس وعاشوراء والعشر الأول من شهر ذي الحجة وغيرها من الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، ولو جمعت لكانت أكثر من نصف السنة فتكون أكثر من صيام داود فكانت أفضل. وعلى ذلك فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود إلا الذي يصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم كل المسنونات فإنه أفضل. وهذه الطريقة أفضل في الجمع بين النصوص الشرعية مما ذكره المصنف، فإنه سيأتي الاستشكالات على ما ذكره المصنف. المسألة الثانية معنا في قضية ما هو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، هذه من المسائل المشكلة. وقد ذكر المصنف أن هذه الأحاديث تختلف، فتارة قال الصلاة وتارة قال الجهاد وتارة قال بر الوالدين وتارة جاء الصيام كما في الحديث الذي معنا. وذكر المصنف أنه لا بد من الجمع بين هذه الأحاديث وإلا كانت متناقضة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجل من أن يصدر منه قول متناقض. ومما أجاب به المصنف أو جمع بين ما ذكره المصنف جمع بين هذه الأحاديث بما ذكره المصنف من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب لكل امرئ على حسب حاله. ومن أهل العلم من يقول قريب من ذلك فيقول إن هذا الاختلاف نسبي، ففي بعض الأوقات يكون بر الوالدين أفضل وفي بعض الأوقات يكون الجهاد أفضل، وهذا قريب مما ذكره المصنف وهو الذي اختاره الشيخ تقي الدين، فإنه قريب مما ذكره المصنف وإن كان
يعني مع فروقات يسيرة بينهما. المسألة الأخيرة وهي قضية سرد الصيام. المصنف مال إلى أن سرد الصيام جائز، بل هو أفضل من صيام يوم وإفطار يوم، لكن بشرط أن يكون الشخص لا يضره الصيام وبدنه لا يتأذى، ولذلك يقول إذا كان مطيقا للصيام ولا يؤثر في جسده ولا يقعده على شيء من الطاعات كان فعلها أفضل من فعل الغبر. والحقيقة أن فيما ذكر المصنف نظر، لأنه سيأتي بعد قليل من الأحاديث الصريحة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سرد الصيام، ومنها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الأبد فلا صام، أي سرد الصيام، وذلك العلماء يقول أن سرد الصيام مكروه وعدم الإفطار. وسيأتي توجيهات المصنف الحديث وما وجهه مقابل له، تفضل. وإنما قوله صلى الله عليه وسلم. وإنما قوله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام، فمعناه أن من صام العيدين وأيام التشريق فإنه لو أفطرها لم يكن صائما للدهر على الحقيقة، بل صائما لأكثر الدهر. الثاني، نعم، هذا التوجيه الذي ذكر المصنف على الحقيقة غير صحيح وضعيف تماما، بل إن قواعد اللغة تأبه. وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام، عندما نقصر هذا على العيدين فقط وهما يومان من نحو من 350 يوما، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب للمعنى البعيد وترك المعنى القريب. والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح ويستطيع أن يؤدي هذا المعنى بلفظ أقرب دلالة ما ذكره. وقد بيّن العلماء ضعف ما التوجيه ذكره المصنف من نحو ثلاثة أو أربعة وجوه ترجع في شرح الحديث لضيق الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. الثاني، في صوم شعبان، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. نعم، قال ابن مبارك قوله كان يصوم الشهر كله يعني أغلبه. نعم. أحسن الله إليكم. الثالث، في صوم المحرم، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الله المستعان. نعم. الرابع والخامس، في صوم تاسعاء وعاشوراء، قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. سادس، في صوم عشر ذي الحجة، قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم، بالنسبة لصيام عشر ذي الحجة المراد تسع الأيام الأول منه فقط، لأن اليوم العاشر يوم عيد ومجمع على حرمة الصيام فيه. وقد دل على مشروعية صيام عشر ذي الحجة ثلاثة حديث أو ثلاثة أدلة. الأول ما ذكره المصنف هنا، والحديث وجه دلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح، والعمل مفرد معرف بأل فيكون من صيغ العموم فمطلق العموم، وهذه من المواضع أو الأزمنة التي كل الأعمال الصالحة فيها فاضلة. العشر الأول من ذي الحجة كل الأعمال الصالحة فاضلة، صيام، قيام، بر، صلة وهكذا، عكس الأزمنة الأخرى. الأمر الثاني أو الدليل الثاني ما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم العشر، والحديث عند أبي داود، ولا تعارض بينه وما جاء من النهي، فإن من نفى فباعتبار علمه ولا باعتبار النفي المطلق. الدليل الثالث فعل الصحابة ما يدل على استقرار هذا الأمر عندهم وهو مشروعية استحباب، فقد جاء عند ابن جرير الطبري في تهذيب الأجوبة أنه روى عن حر بن الصياح أنه قال جاورت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 10 سنين فكان يصوم العشر من ذي الحجة. وعبد الله بن عمر من معروف من أشد أو من أكثر الصحابة رضوان الله عليهم في التأسي، والتأسي هو الفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. السابع، في صوم يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، والأولى لمن كان حاجا بعرفة أن يفطر، لأن فضيلة دعاء عرفة يفوت والصوم لا يفوت. وقال العلماء رحمه الله تعالى، استاذة لدقيقة، العلماء رحمه الله تعالى يقول أن الصيام في يوم عرفة مكروه لمن كان حاجا بعرفة. إذن عندهم قيدان، القيد الأول أن يكون حاجا، فمن كان بعرفة غير حاج يستحب له الصيام، وأما من كان حاجا فإنه يكره له الصيام. الأمر الثاني أنه يكون بعرفة،
لأن بعض الحجيج قد يحرم بالحج لكنه يفوته الحج أو يحصر عنه، فهذا لا يكره له الصيام وإنما يبقى مستحبا في حقه لأنه لم يصل إلى عرفة. الأمر الثالث عندنا في قضية أن العلماء يقولون لكن قد يصومه الحاج فيما إذا كان متمتعا أو قارنا وليس عنده دم التمتع والقران، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذه 3 أيام ما هو أفضل الأيام في صيامها؟ كثير من أهل العلم هو المشهور عند المتأخرين أنهم يقولون أفضل الصيام أن يصوم 7 اليوم 7 و8 و9 من ذي الحجة، فيحرم من 7 فيبقى على إحرام ويصوم، ثم يليها أن يصوم ما قبل يوم عرفة، ثم يليها أن يصوم أيام التشريق لحديث عائشة وأبي هريرة في الصحيح أو ابن عمر في الصحيح. نعم. قالت لبابة وقالت لبابة بنت الحارث إننا سنتماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. الثامن في أيام البيض، قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم بعشرة أيام. وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام البيض 13 و14 و15. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أو في قول أبي هريرة أوصاني خليلي بأن أصوم 3 أيام من كل شهر، هذه الجملة مطلقة تشمل أيام البيض وتشمل أول أيام منه هي سرر الشهر وتشمل مطلقة، فعلى ذلك من فاتته الأيام البيض فإنه يستحب له أن يصوم 3 أيام من أي شهر متتابعة أو غير متتابعة. إذن حديث أبي هريرة في الحقيقة ليس خاصا بالأيام البيض بل هي أيام مطلقة يستحب لكل شخص أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وهو من أقل السنن التي تستحب لأنها من أقل الكمال كما ذكر الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم دل أبا هريرة لأقل الكمال في المندوبات. أما حديث أبي ذر فهذا صريح الذي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأيام البيض 13 و14 و15، وهذا هو الدليل على صيام أيام البيض، وجاء أيضا استحباب أول الشهر. نعم. أحسن الله لكم. 9 و10 في صوم الاثنين والخميس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وأحيانا يعرض علي وأنا صائم. أحيانا كذا كل علها وأحبه لكن على العموم. نعم نعم تفضل. الفصل العاشر في الأيام التي نهى عن صيامها وهي أنواع. الأول الصوم بعد انتصاف شعبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان. نعم. بالنسبة للنصف الصيام في نصف شعبان هذا الحديث تعارض مع الحديث المتقدم، ولأهل العلم توجيهات كثيرة منها متعددة، والذي مشى عليه الترمذي وغيره من أهل العلم أن هذه الكراهة صيام النصف من شعبان أي النصف الأخير من شعبان إنما هي لمن لم يصم النصف الأول منه، فإن ابتدأ الصيام من أوله استحب له كذلك الاستمرار فيه، فإن انتصف الشهر ولم يصم فإنه يكره له إفراد النصف الأخير من شعبان. صلى الله عليه وسلم. الثاني استقبال رمضان بيوم أو يومين، قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. نعم، هذا على الكراهة بيوم أو يومين، وإن كان اليوم الذي قبل رمضان يعني قبله بيومين هذا ليس من رمضان جزما ومع ذلك يكره. أحسن الله إليكم. الثالث صوم يوم الشك، قال عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، يوم الشك الذي ورد في حديث عمار المراد به ليلة 30 من شعبان إذا لم يكن في السماء غيم ولا قطر، وهذا القيد مهم. لماذا؟ قالوا لأنه قد ثبت عن 10 من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وابنه وعائشة وأبو هريرة
أنهم كانوا يصومون يوم 30 من شعبان إذا كان هناك غيم أو قطر، وفعل الصحابة هذا ظاهر جدا بينهم، الخليفة فعله وزوج النبي صلى الله عليه وسلم فعلته، وابن عمر المشهور بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأبو هريرة كذلك وغيرهم كذلك. فهذا يدلنا على أن المراد بمن صام يوم الشك هو يوم 30 في غير الغيم والقطر، إذا لم يكن إذا كانت السماء صحوة. ومن المتقرر عند أهل العلم أن الإجماع وقول الصحابي يخصصان العموم، يخصصان العموم. نعم، ولأنه يسمى شكا لأنه مشكوك، عدم العلم برؤية الهلال لا يدل على القطع بعدم خروجه. نعم. صلى الله عليكم. الرابع صوم العيدين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، يوم الآخر يأكلون فيه من نسككم. نعم، هذا الصوم محرم وباطل ولا يجزئ حتى لو صامه عن صوم واجب كقضاء أو نذر. نعم، ومثل التشريق. الخامس أيام التشريق، قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. نعم، أيام التشريق المراد بها اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، والحكم للحاج ولغير الحاج سواء، يحرم صومها ولا تجزئ إلا في حالة واحدة التي ذكرتها قبل عن الصحابة كعائشة وابن عمر، نعم، في صحيح البخاري، وهي أن من كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي ولم يصوم قبل يوم العيد فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة، فلا يشرع صيامها إلا لفاقد الهدي التمتع والهدي التمتعي والقران. نعم، أحسن الله إليكم. السادس صوم يوم الجمعة منفردة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. قال عليه السلام: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. نعم، هذا اليوم السادس وهو صوم يوم الجمعة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث الدالة على كراهته، منها ما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وكذلك الحديث الثاني الذي أورده المصنف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة محمول عند أهل العلم على الكراهة لا على التحريم، فإنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام كما يكره إفراد يوم السبت كذلك بالصيام. والدليل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم أنه يجوز صيامهما، أي يوم الجمعة ويوم السبت معا، بنص الحديث إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. فلا يوجد شيء محرم على سبيل الانفراد ويجوز على سبيل الجمع، لا نظائر له في الشرع أن نقول إن الجمعة محرم والسبت محرم ويجوزان مجتمعا، لا يوجد له نظير في الشرع، بل إن مناسبات الشرع لا تدل عليه، وإنما المقصود الكراهة، فالكراهة الإفراد. الأمر الثاني أنه يجوز إفراده كذلك في من يصوم يوما ويفطر يوما، فإنها من باب الجواز بإجماع المسلمين، فيدخل فيه إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت كل أسبوع. ولذلك العلماء قالوا إنما هو مكروه، والكراهة هي التي ترتفع عند الحاجة. وبناء عليه فإذا وافق يوم الجمعة صوم يصومه المرء كيوم عرفة أو يوم عاشوراء أو مثلا يوم الأيام التي تستحب على سبيل الانفراد، فإنه ترتفع الكراهة لأجل الحاجة. ومثله أيضا إذا ضاق شعبان وكان على الرجل أو المرأة قضاء لم يقضه، فنقول يصوم يوم الجمعة أو يوم السبت ولو منفردا لأجل هذا القضاء. وهذا الذي عليه أهل العلم، بل عامة أهل العلم على أن إفراد يوم الجمعة والسبت إنما هو على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. والسبب في ذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الكراهة لأن يوم السبت يوم عيد ويوم الجمعة يوم عيد، فيوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، فيكره إفراده بالصوم لكي يتقوى المرء على العبادة، يتقوى المرء على العبادة ولكي لا يختص به. وأما السبت فلأنه يوم عيد لغير المسلمين، وقد ذكر الشيخ تقي الدين من الدلالة على أنه لا يحرم وإنما يكره
قال لأن يوم العيد يوم فطر وغير المسلمين يفطرون في أعيادهم فيدل على أنهم باب الكراهة لا على سبيل التحريم، واليهود يعني يمتنعون من بعض المباحات في يوم سبتهم، ولذا كره عدد من السلف كالإمام مالك أن يمتنع الشخص من بعض المباحات في يوم الجمعة خشية مشابهة اليهود. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب القيم، وهو مقاصد الصيام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يبلغنا رمضان بصحة وعافية وسلامة في أبداننا، وأمن في أوطاننا، وتوفيق للمسلمين والمسلمات في كل مكان. وأسأله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا ولوالدينا، وأن يتجاوز عنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحبه الطيبين، وسلم تسليما كثيرا، والله أعلم. ما شاء الله، تبارك الله. نحمد الله عز وجل على ما يسر وأعان، والشكر لله أولا ثم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد شويعر على هذه الفوائد المباركة التي علق بها على هذه الرسالة القيمة. صلى الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر والمثوبة، وأن يبارك في علمكم وعملكم. بقي شيخنا عندنا 10 دقائق، هل تأذنون بطرح بعض الأسئلة ولا؟ أبد تامرني يا شيخ. الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك. شيخ محمد، أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يصح ائتمام المرأة في بيتها الملاصق للمسجد بالإمام في صلاة العشاء وصلاة التراويح؟ نعم، بالنسبة للائتمام يقولون لا يصح، ولكن هناك أمر آخر سأذكره في النهاية. بالنسبة للائتمام لا يصح، لماذا؟ لأن القاعدة أن من كان خارج المسجد، والمراد بالمسجد هو ما كان بقعة موقوفة للصلاة ومحاطة بسور، كل من كان خارج المسجد فإنه لا يصح ائتمامه بالإمام الذي يصلي في المسجد إلا إذا وجد قيدان. القيد الأول أن يكون سامعا للصوت، القيد الثاني أن تكون الصفوف متصلة، ومعنى الاتصال أن يكون ينظر لأي من المأمومين سواء كان الإمام أو الصف الأول أو الصف الأخير، ولا يكون بينه وبينهم ما يقطع، والذي يقطع إما جدار طويل كجدار البيت أو طريق أو نحو ذلك. والمرأة إذا كانت في البيت ما قطع بينها وبين المسجد جدار، فلا يصح الائتمام. ولذلك الصحابة كانت بيوتهم بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أغلقت الأبواب إلا باب عليه الصلاة والسلام، والخوخ إلا خوخته وخوخة أبي بكر الصديق، لم يأتم أحد من أهل البيوت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يأتم من كان في البيوت فيها خوخة كأبي بكر، كما جاء في الآثار المعروفة في المصنف وغيره. نعم، ما الذي يجوز؟ يجوز المرأة أن لا تقتدي كمأمومة، وإنما تكون فقط، خاصة لمن تكون نساء يعني يلتمس عليها الصلاة لأجل الوسواس، فننصح مثلا الذي عنده وسواس خاصة النساء لأنهن لا يصلين في المسجد، نقول تكون متابعة للإمام من باب المتابعة فقط، لكي تعرف عدد الركعات فقط، لا لأنه من باب الائتمام. وهناك قاعدة عند كثير من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم على هذه القاعدة، أنه إذا بطل الائتمام بطلت الصلاة. فالمرأة إذا صلت في بيتها ناوية أنها مأمومة بالإمام الذي في المسجد فصلاتها باطلة، هذه قول جمهور العلماء عليها. سم شيخنا، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أخذ اللقاح في نهار رمضان من مفسدات الصيام؟ نعم، هذه مسألة خلافية على قولين، والأصح من قولي أهل العلم والذي انتصر له الشيخ تقي الدين بالأدلة والقواعد، أن جميع الأدوية التي تدخل من غير طريق الفم والأنف، سواء دخلت عن طريق الإبر أو عن طريق العلاج للجروح أو عن طريق الدبر أو عن طريق القبول، كلها ليست مفطرة إلا أن تكون مغذية مقوية للبدن تغني عن الطعام كالمغذيات. فجميع الأدوية التي تدخل من سائر أجساد أنحاء الجسد ما عدا الفم والأنف ليست مفطرة، وعلى ذلك فاللقاح وخافض الحرارة وإبر الأنسولين كلها ليست مفطرة، وهذا الذي يفتي به كثير من مشايخنا.
عليهم رحمة الله تجاوز عنا وعنهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل خروج دم كثير من الجسم بسبب جرح مفسد للصيام؟ نعم، خروج الدم الكثير نقول حالتان: الحالة الأولى أن يكون من غير قصد فهذا ليس بمفسد، والحالة الثانية أن يكون بقصد، يعني بتعمد. بالتعمد هو الذي يخرجه، إما أن يتعمد الرعاف ونحوه. فلأهل العلم مثلكان، الجمهور أنه ليس بمفطر، والقول الثاني وهو الذي عليه فتوى مشايخنا أنه يكون مفطرا بشرطين: أن يكون بتعمد منه، والقيد الثاني أن يكون كثيرا. أما إذا كان من غير تعمد فليس بمفطر، مثل من قلع سنا وأحيانا ما يخرج دم كثير لكن خرج دم كثير، نقول هذا معفون عنه لأنه لم يتعمد إخراج الدم الكثير. التبرع كثير مفطر، بينما تحليل الدم قليل باعتبار العرف فلا يكون مفطرا، وهكذا. فلذلك نقول ننظر للقصد، وهذا مبني على القاعدة ذكرناها قبل قليل التي هي نظر المقاصد، فإن من المقاصد أن ما أضعف البدن يكون مفطرا، لقول أنس المتقدم رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. مع ظروف جائحة كورونا حددت صلاة التراويح في بعض الدول بمدة يسيرة 30 دقيقة أو 40 دقيقة، فهل الأفضل أن يصلي الإنسان في المسجد أم يصلي في بيته؟ نعم، الأفضل أن يصلي في المسجد ثم يصلي في بيته. فإذا أراد أن يصلي في بيته فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يصلي شفعا وهو الأفضل، والحالة الثانية أن يصلي وترا آخر بحيث أنه يشفع الوتر ثم يصلي ما شاء الله له ثم يوتر مرة أخرى، وهذه حالة ثانية. والحالة الثالثة التي تجوز له أن يصلي مع الإمام التراويح، فإذا جاء الوتر خرج فقط، يخرج من آخر ثلاث ركعات فقط، وهذه جائزة، بل قد يقال هي أفضل من الحالة الأولى، لأنه ثبت أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يصلي مع المسلمين وبالمسلمين صلاة التراويح، فإذا جاء الوتر خرج، والوتر هي آخر ثلاث ركعات، وكان يصلي في البيت ليزيد. إذن عندنا ثلاث حالات، أفضلها أن يخرج أفضل الأولى والثالثة، يعني قد نقول متساويتين ونزاع سهل، ولكن الحالة الثانية ذكرتها، هذه بعض العلم كرهها لأجل لا وتران في ليلة، والصواب منها غير مشروع. فنقول هي حالة، إما أن تصلي معه إلا الوتر فتخرج، أو تصلي الوتر ثم تصلي بعده شفعا ما شاء الله لك. أحسن الله إليكم. إذا تتم لسنة العشاء بعد الصلاة، بعد صلاة العشاء، وشرع الإمام التراويح مباشرة، فماذا يفعل المأمون؟ يصليها بعد التراويح، يصليها بعد التراويح، لأن السنة أن تكون التراويح بعد سنة العشاء. ولكن إذا كان لم يصلي سنة العشاء، لأنه لا يجوز، لا تتداخل صلاة التراويح مع سنة العشاء، لا تداخل بينهما، لأنهما فعلان مختلفان في سبب المشروعية. فتتداخل تحية المسجد نعم، لكن أما سنة العشاء مع التراويح فلا. فيصلي التراويح ثم قبل الوتر يصلي ركعتين أو ما شاء الله لها، لأن سنة العشاء تستمر. أحسن الله إليكم. من كان في بلد طبعاً بس فائدة، من كان متأخراً مثلاً وقام التراويح، نقول أفضل لك أن تصلي سنة العشاء ثم تدخل في التراويح، ولو فاتتك ركعة من التراويح أو ركعتين، لأنهم نصوا صراحة أن التراويح بعد العشاء والسنة الراتبة، فيصلي الراتبة إن استطاع قبل أن يدخل في العشاء. هذا أفضل لظاهر كلام الفقهاء الذي ذكرته لك قبل قليل. سمي شيخ. أحسن الله إليكم. من كان في بلد لا ينبت فيها الرطب، هل السنة في حقه أن يفطر على ثمار البلد أو على رطب أو تمر؟ لا يلزم أن يكون ينبت، ولكن إن وجد الرطب، إن وجد الرطب فيفطر عليه، إن لم يجده فيفطر على ماء، هذه السنة. ثم ما شاء، لا هو خاص بالرطب والتمر، لأن هذه أسماء الأعيان، أسماء الأعيان نصوص فيها، النصوص إنما هي أسماء الأعداء الأعيان وأسماء الأعداد، هي نصوص، فهي نص ليست أي نبتة يفطر عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الراجح في مسألة قضاء الصيام عن الميت، سواء كان من قضاء رمضان أو من صوم الكفارة أو النذر؟ نعم، أولا ما كان نذر فإنه يشرع لأجل الحديث: من كان عليه صوم صام عنه وليه، قال أحمد وأبو داود وغيرهم، هو في النذر خاصة، لأنه
لأن القاعدة عند أهل العلم أن السؤال معاد في الجواب، وقد كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في شخص مات على النذر، والنذر مغلب فيه جانب المالية فيصوم عنه. وأما الصوم الواجب كالكفارات ورمضان فإنه لا يقضيه عنه أحد، لا وليه ولا غيره، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فلا يجوز أن يقضي أحد عن أحد الأعمال البدنية المحضة بعد وفاته. الأمر الثالث، إذا كان باب التطوع، شخص له أب يريد أن يتطوع عنه بيوم من باب التطوع، يجوز لك أن تتطوع عن الميت إذا الميت يتطوع عنه. وأما الواجب فلا يفعل عنه، ما يفعل عنه، وإنما فقط المندوب أو النذر، وهذا الذي عليه أبو داود وأغلب علماء الحديث على هذه الطريقة. أحسن الله إليكم. سم شيخنا، أقول وقت الأذان دخل شيخنا. أحفظك الله، أحفظكم الله شيخنا. والله الكلام معك ذو شجون وممتع، نسأل الله أن يرفع قدرك وأن يبارك فيك. قدركم، قدركم إن شاء الله ما تنصرم هذه الليالي المباركة إلا وقد رفع الله البلاء، ونلقاكم وتزورون إن شاء الله تعالى. آمين آمين، اللهم صل على محمد. نجدد لك الشكر والدعاء مرة أخرى، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في علمك وعملك، وفيكم إن شاء الله تعالى تجمعنا لقاءات أخرى بكم شيخنا، حفظكم الله. شكرا فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.